بعد انتشارها بشكل كبير خصوصا في شريحة المراهقين، انطلقت في الأصابع حملة تطوعية تهدف للحد من مخاطر المخدرات وتوعية الأجيال الشابة وإقامة ساتر يحميهم من الانزلاق وراء المخدرات. افتتح هذا اليوم المحاضرة لتوعية من مخاطر المخدرات، وتعتبر المحاضرة الأولى وحتستمر عمان لمدة 5 أيام. الحملة أقيمت في مسرح كلية الآداب بالأصابع بشعار معاً من أجل مؤسساتنا من غير مخدرات، بإشراف المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة والمجلس البلدي بالمدينة. حاضر على 4 محاور: المحور الديني والمحور القانوني وأحد أعضاء مكتب المخدرات، وحيكون المحور القانوني. فاحنا خصينا بالمحاضرات هذه الكليات، المعاهد العليا، الثانويات. حملة تستمر أسبوعا ستركز على جوانب الصحة والفكر، هدفها جيل لا يلجأ للمخدرات هربا من واقع مرير واستجابة لنداءات التجربة مهما كان السبب.